احتفاء بالذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر، نظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب حفلا خطابيا وفنيا بمشاركة فنية متميزة امتزج فيها الفن الحضرمي والمأربي في لوحة أكتوبرية عنوانها المجد والانتصار. مزيدا من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد سالم القداسي. برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، نظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة قال إن احتفالنا بثورة أكتوبر المجيدة احتفاء بالمناضلين الأحرار الذين سطروا أروع الملاحم في 14 من أكتوبر. الحاضرون جميعا، نحتفل اليوم بذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيدة التي جاءت كتتويج وثمرة لنضال وكفاح ملحمي وبطولي لأبناء شعبنا بجنوب الوطن في وجه المستعمر منذ احتلاله عدن في عام 1939 ميلادية، حيث ظل يواجه أشكال المقاومة الشجاعة الباسلة حتى تحقق النصر الكبير للشعب العظيم الحر في 14 من أكتوبر في العام 1963 ميلادية، ليستمر في مواصلة مشوار النضال التحرري حتى جرى آخر جندي بريطاني في 30 من نوفمبر 1967 ميلادية. الإخوة والأخوات، حين انتصرت ثورة 26 من سبتمبر 1962 في شمال الوطن، وجد المناضلون الأبطال في جنوب الوطن ما كانوا يحلمون به من توفر المنطلق الآمن والأرض الصلبة للإعداد والتخطيط، ومن ثم الانطلاق لاقتلاع جذور الاستعمار إلى الأبد. فكما كان لنضالات أبناء الجنوب دوراً فاعلاً في انتصار ثورة سبتمبر ضد استبداد الإمامة، فإن ثوار ورجالات سبتمبر كانوا سنداً وشريكاً رئيسياً للثوار للرابع عشر من أكتوبر في الثورة والانتصار. الحاضرون جميعاً، لقد كان نجاح ثورتي سبتمبر وأكتوبر إيذاناً بميلاد اليمن الحديث بعد أن تخلصت أجزاء الوطن الغالي من ثنائي الاستبداد والاستعمار. كانتا إعلاناً يمنياً صارخاً بأن هذه الأرض يجب أن تشهد حقبة جديدة من الرخاء والاستقرار والبناء، وكل النضالات الممتدة منذ مطلع الستينات وحتى اليوم هي لتحقيق ذلك الإعلان الخالد بميلاد الأمة اليمنية من جديد تلك الهبات الثورية العظيمة. وأكد العراد على الصفوف الوطني خلف القيادة السياسية لتحرير الوطن من ميليشيات الانقلاب. الحاضرون جميعا، وإذ نحتفي اليوم بهذه المناسبة المجيدة وأعياد الثورة اليمنية الخالدة، لنجدد العهد لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المناضل عبد الرب منصور هادي بأننا لن ندخر جهدا في العمل مع كافة القوى الوطنية من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي القائم على مبادئ العدالة والمساواة والحكم الرشيد وتحقيق الأمن والسلام والحياة الكريمة والانتصار لأحلام شهدائنا الأبرار ولمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، ووأد مشاريع التخلف والجهل والتشرذم والعمل من أجل يمن مزدهر ومستقر، الخلود للشهداء والمجد للثورة والنصر لليمن. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير عام الثقافة أكد عظمة الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر ودور المناضلين الأحرار الذين صنعوا الانتصار في ذلك اليوم الخالد في حياة الشعب اليمني. الحاضرون جميعا، لقد كانت ثورة 14 من أكتوبر ثورة وطنية تحررية مسلحة قادتها الجبهة القومية ومعها القوى الوطنية الأخرى. أطلق شرارتها الأولى الشيخ الثائر غالب بن راجح لبوزة ورفاقه من على جبال ردفان الشماء ضد المستعمر البريطاني في جنوب اليمن، إيذانا بخوض كفاحا باسلا تكلل بتحقيق الاستقلال الوطني الناجز في 30 من نوفمبر عام 67 900 ألف. كلمة المرأة أكدت على دور النساء في الوقوف صفا واحدا مع المناضلين الأحرار ضد الاستعمار البريطاني في 14. الأخوة والأخوات، شاركت المرأة اليمنية أخيها الرجل
في ثوراته ضد الكهنوتية الإمامية في الشمال واللعنجهية الاستعمارية في الجنوب كثائر حرة انطلقت بلا تردد استجابة لنداء الوطن لتنفيذ أدوار وطنية متعددة ومهام جسيمة متنوعة فرضتها المرحلة ليضعها معا فجر يمن جديد. تميز الحفل بحضور محافظة صعدة اللواء هادي طرشان والقيادات العسكرية والأمنية والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية وقطاعات الشباب والمرأة وجمع قفيرة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية. الأغاني الوطنية والأناشيد الأكتوبرية كانت متميزة حيث امتزج الفن الحضرمي بالفن المغربي حيث قدم الفنان سعيد بوزير أغنية وطنية نالت استحسان الحاضرين. صبر ودومان قدم ثنائية شعرية حاكت وحديث الثورة سبتمبر وأكتوبر الهدف والمصير. حيا سبتمبر يقول أكتوبر الرابع عشر 26 الأرض اللي رسم فجر أوان مرحب غلام ثليم عشر وقد ما شن المطر يا عين خربك وخربك يا من الزمان. أبقاك يا منبر مال الشعب والعيد الأغر تظل أيقونة لتاريخ اليمن وقوالهان الشعب يتحرر وعهد الظلم ولا وانتحر الروح والجوهر هدفنا السكينة والأمان. امتزجت افراح مأرب بعيد اكتوبر المجيد بالاغاني المأربيه والحضرميه فرحا وابتهاجا بعياد الوطن وتاكيدا لمسيره النضال من قبل احفاد الزبيري والابوزه. لقناه عدل الفضائيه محمد القداسي محافظه مأرب.